مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نلتقي بكم مرة أخرى في هذا البث المباشر ومن ضواحي مدينة أكادير، وبالضبط من منطقة تاسيلا، حيث تعززت المنطقة بإشارة مرورية جديدة تحمل حروف تيفيناغ كما كتشوفوا معنا المباشر. وهذا الشيء كيكرس شيء واحد، هو العناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة للغة الأمازيغية وللهوية الأمازيغية بتجسيدها على أرض الواقع. فهنيئا لكل الأمازيغ بلغتهم الأم التي أصبحت لغة رسمية منذ أكثر يعني من سنة، لغة دستورية ولغة رسمية معترف بها كلغة ثانية لهذا الوطن الحبيب إلى جانب اللغة العربية. واليوم نرى مجموعة من المنشآت والإدارات العمومية التي يتم كتابة يافطتها وعلامتها الخارجية بحروف تيفيناغ، وهذا الشيء كما قلت هو تجسيد وتكريس وتنزيل للغة الأمازيغية كلغة رسمية على أرض الواقع من خلال هذه الإشارات المرورية، وأيضا من خلال مجموعة من اليافطات التي يتم كتابتها باللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية وحروف تيفيناغ. علامة تقف بمنطقة تاسيلا كأولى إشارة المرور بالمغرب التي تحمل حروف تيفيناغ والتي تمت كتابتها باللغة الأمازيغية كأولى علامة المرور بهذه الطريقة كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فتحية لكل الأمازيغ أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وأيضا نهنئهم على تجسيد لغتهم الأم على أرض الواقع من خلال تكريس دسترة الأمازيغية فعلا وليس فقط قولا كما كان من ذي قبل، بعدما كانت الأمازيغية فقط لغة دستورية لكن حضورها في الواقع ضئيل وقليل جدا. لكن اليوم مع توالي السنوات والتفعيل الرسمي للأمازيغية بفضل العناية المولوية أصبح أمرا لا مفر منه، وأصبح مجسدا بشكل قوي، واللغة الأمازيغية حاضرة بشكل قوي على أرض الواقع في الآونة الأخيرة. وأيضا السنة الأمازيغية التي أصبحت اليوم عيدا وطنيا مؤدى عنه وعطلة سنوية مؤدى عنه بفضل الإرادة المولوية والإرادة الملكية بطبيعة الحال. فهنيئا لكل الأمازيغ بلغتهم الأم. وكما قلت فهذه من بين أولى إشارة المرور بالمغرب، وثاني إشارة تحمل حروف تيفيناغ بعد الإشارة الأولى التي سلطنا عليها الضوء من دي قبل كما كتشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر. فهذه الإشارة تتواجد بمنطقة تاسيلا وتم إحداثها مؤخرا كما قلت من أجل ضمان حضور الأمازيغية بالشارع المغربي، وأيضا بفضل العناية المولوية للأمازيغية واللغة الأمازيغية وتجسيدها على أرض الواقع وتكريس دسترة الأمازيغية وتنزيلها على أرض الواقع من خلال يعني حضورها الفعلي إلى جانب اللغة العربية كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذه الإشارة المرورية، وهذا علامة التشوير التي تحمل قف بيد. فهنيئا لكل الأمازيغ بهويتهم وبثقافتهم الأمازيغية التي أصبحت مجسدة كما قلت على أرض الواقع.